السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب جونيوس أونلاين سكول في المهام الأدائية لحصة اللغة العربية. معاكم ميس أميرة معلمة اللغة العربية في جونيوس أونلاين سكول. هنبدأ يا شباب النهاردة في المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي. ما هي مهام مادة اللغة العربية الخاصة للمهام الأدائية؟ في البداية لابد أن نعرف التعليمات العامة لمادة المهام الأدائية أن المهمة بتكون على حصتين دراسيتين متتاليتين. يقوم المعلم بتوزيع الأوراق على الطلاب وتوضيح المهمة. يشرف المعلم على المراحل تنفيذ المهام. يجيب الطلاب عن المهمة المطلوبة في نفس الورقة، لابد من إجابتها في نفس الورقة. لا مانع من استخدام الطالب للكتاب المدرسي إذا أراد ذلك. التعليمات الخاصة بمادة المهام الدراسية، وهي عبارة عن علامات الترقيم، طبعا السلامة الإملائية، نكتب الكلمات إملاء صحيح، تكوين جمل صحيحة سواء جمل اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، أو جمل فعلية تتكون من فعل وفعل مفعول به، وجمال التنسيق، وأخيرا حسن الخط. نبدأ الآن المهمة الأولى. المهمة الأولى: تخير أحد الأجهزة الكهربائية في منزلك وصفه فيما لا يقل عن 60 كلمة مستخدما العناصر التالية: شكله الخارجي، استخداماته، مميزاته، عيوبه، أهميته بالنسبة لكم مراعاة ما يلي: علينا مراعاة الكتابة الصحيحة، جمال الخط، علامة التركيب. ممكن يا شباب نتحدث عن الأجهزة الكهربائية مثل إيه يا شباب؟ مثل مثلا الثلاجة، التلفاز، أيضا الغسالة. كل هذه أجهزة كهربائية توجد في منزلنا. يمكن أن نتحدث عن الهاتف المحمول، عن جهاز الكمبيوتر، الحاسب الآلي. كل هذه الأجهزة مهمة جدا ونقدر إن احنا نتكلم عنها بالعناصر الموجودة أمامي. طيب الآن هنتحدث عن الهاتف المحمول. في المهمة الأولى نتحدث عن الهاتف المحمول. طيب في البداية نتحدث عن الهاتف المحمول، نكتب العنوان هنا: الهاتف المحمول. طيب يا شباب نتحدث عن الهاتف المحمول. في البداية نقول الأجهزة الكهربائية المتوفرة لدينا في كل منزل ولا غناء عنها، نضع فاصلة، الغسالة والثلاجة والتلفاز. حسنا، ثم أنتقل وأتحدث عن الهاتف المحمول. فالهاتف المحمول لدينا من الأجهزة المهمة التي لا غنى عنها في يومنا. تمام يا شباب، ممكن أقول إيه؟ الهاتف الذي لا غنى عنه، ممكن أتحدث عن الهاتف بتاعي بأنه يسهل علينا التواصل مع الأقارب والأصدقاء للاطمئنان عليهم، تمام يا شباب، ويسهل علينا حمله في أي مكان
نذهب إليه. تمام، نكمل يا شباب ونقول مثلا في المميزات أنه نستطيع أن نتلقي من خلاله المعلومات الدراسية والحصص التعليمية في تعلم عن بعد كما يفعل الكثير، يتعلم عن بعد عن طريق الهاتف المحمول والجهاز الحاسب الآلي، نقوم بالتعليم من خلاله. طيب يا شباب، نتحدث في كده، اتكلمنا عن استخداماته ومميزاته، نتحدث ننتقل إلى العيوب. إيه هي العيوب بتاعة الهاتف المحمول كما نعلم جميعا؟ عيوب الهاتف المحمول ممكن نتكلم ونقول إيه في العيوب يا شباب؟ العيوب مثلا أنه يضر العين، حسنا أنه يضر العين، وأيضا أنه يضر العين، أنه يضر العين ويؤذي، أنه يؤذي العين، وأيضا يعمل على إيذاء العقل بالنسبة للأطفال الصغار. طيب يا شباب نكمل هكذا. ولكن من أضرار الهاتف أنه يؤذي العين والعقل، ولذا ينصح الصغار بالتعامل معه في أضيق الحدود وبمتابعة الكيبورد. طيب يا شباب، في النهاية نتحدث ونقول أنه يختلف الخاتمة بقى يا شباب، أنه يختلف في قدرته على التواصل مع الناس، في التواصل مع الناس. حسنا، طيب ننتقل إلى المهمة الثانية. المهمة الثانية، ماذا تقول المهمة الثانية؟ هيا بنا ننتقل إليها. طبعا هنا لا ننسى أن كل مهمة موجود في آخر الصفحة، الاسم، الصف، المدرسة، المادة، نكتب معلوماتنا. أمامك فكرة. المهمة الثانية تقول أمامك فكرة تتضمن وصفا لدراجة، اقرأها جيدا ثم حدد شكلها واستخدامها ومميزاتها وعيوبها ورأي الكاتب فيها. عندما نجحت في العام الماضي أهداني والدي دراجة جميلة يغلب عليها اللون الأزرق، فرحت كثيرا بهذه الهدية وكنت أشتري ما تحتاج أسرتي بهذه الدراجة وأتنزه بها في الأماكن المخصصة لذلك. ومن مميزاتها أنها تساعدني في الوصول إلى المكان الذي أريده بسرعة ولا تحتاج إلى وقود. ومن عيوبها أنها تحتاج مجهودا كبيرا بخلاف السيارة، وهي الأفضل بالنسبة لي لأنها تمنحني القوة والنشاط. الإجابة الشكل. نتحدث عن الشكل، ما هو شكل الدراجة كما فهمنا؟ شكل الدراجة، دراجة جميلة يغلب عليها اللون الأزرق. هيا بنا نكتب سويا.
دراجة جميلة يغلب عليها اللون الأزرق. تمام. الاستخدام، فيما يستخدمها هنا؟ يقول أنه يستخدمها: كنت أشتري، حسنا، كنت أشتري، كنت أشتري ما تحتاج أسرتي بهذه الدراجة، وأيضا وأتنزه بها. يبقى الاستخدام هنكتب يا شباب: كنت أشتري ما تحتاجه أسرتي بهذه الدراجة وأتنزه بها. طيب، ننتقل إلى الجزئية الثالثة، وهي المميزات. يا ترى ما هي المميزات الخاصة بالدراجة؟ المميزات الخاصة بالدراجة هنا كانت: من مميزاتها أنها، نعم، من مميزاتها أنها تساعدني في الوصول إلى المكان الذي أريد بسرعة. أيضا لا تحتاج إلى وقود. نكتب: تساعدني في الوصول إلى المكان الذي أريده بسرعة، ولا تحتاج إلى وقود. حسنا. طيب، العيوب هي أنها تحتاج إلى إيه؟ العيوب أنها تحتاج إلى، العيوب نكتب سويا، تحتاج إلى مجهود كبير بخلاف السيارة من ناحية القيادة. يبقى نكتب: تحتاج إلى مجهود كبير بخلاف السيارة. رأي الكاتب قال إيه؟ وهي الأفضل بالنسبة لي لأنها تمنحني القوة والنشاط. يبقى نكتب: لأنها الأفضل لي، لأنها تمنحه القوة والنشاط. حسنا، نكون بهذا أنهينا المهمة الثانية. ننتقل يا حبايبي إلى المهمة الثالثة، برضو لا ننسى أن نكتب في نهاية كل مهمة الاسم والصف، المدرسة، المادة. المهمة الثالثة بتقول إيه المهمة الثالثة؟ نركز يا حبايبي. صف شارعك في الشتاء أثناءها هطول الأمطار فيما لا يقل عن 60 كلمة، مستخدما العناصر التالية: الأشياء الإيجابية من وجهة نظرك عند سقوط الأمطار، أيضا الأشياء السلبية عند سقوط الأمطار، مقترحات الأشياء السلبية مع مراعاة الكتابة الصحيحة، جمال الخط، علامات الترقيم. طيب يا شباب، هنكتب مع بعض ونوصف يوم الشمس تمطر فيه. نكتب سويا: وصف الشارع. يلا يا شباب، نكتب إيه؟ نكتب مثلا، هيا بنا نبدأ في الكتابة ونقول مثلا: عندما تمطر الأمطار في يوم مشمس. نقول إيه مثلا؟ في يوم كانت الشمس
ساطعة. دي مثلا تكون البداية، بداية تشويقية. طب الشمس ساطعة وأنت تتحدث عن الأمطار. نعم حسنا نكمل. وفجأة تغير الجو وحدث تقلبات، حدث تقلبات وسقطت الأمطار. كان الجو رائع حيث رأيت الأطفال مستمتعين هطول المطر أو بنزول المطر، وأيضا الأشجار لمعا أوراقها وسقيت. حسنا سقيت أوراق الأمطار وأصبح شكلها رائع. واستمتعت أنا وأسرتي بهذا المنظر الرائع. حسنا نقطة فاصلة ثم نكمل. ولكن من السلبيات أن الناس العائدون بسياراتهم من العمل كانت تعوق الأمطار حركتهم ووصولهم إلى منازلهم. هذا ما تفعله الأمطار، تمام؟ ولذلك نضع فاصلة. ولذلك أقترح عمل مصارف لمياه الأمطار في الشوارع للاستفادة. طبعا يا شباب عشان نستفيد من الأمطار، للاستفادة من الأمطار، من الأمطار أو مياه الأمطار. وفي النهاية نكتب يا شباب كم أنا أعشق منظر الأمطار ومنظر ورؤية، طبعا إيه اللي بنشوفه بعد المطر يا شباب، ورؤية قوس قزح بألوانه البديعة. ونضع في النهاية نقطة. تمام، دي كده المهمة الثالثة تحدثنا عنها. وفي برضو نهاية المهمة كما تعودنا الاسم والصف والمدرسة. طيب يا شباب ننتقل إلى المهمة التالية. المهمة الرابعة، أمامك فقرة تتضمن وصفا لحافل، اقرأها جيدا واستخرج على النبل القراءة جيدا. شكل الحافلة، استخدامها، مميزاتها، عيوبها، ورأي الكاتب فيه. في زيارتي للقاهرة ركبت مع أبي حافلة عامة تنقل الركاب من محافظتي إلى القاهرة، من محافظتي إلى القاهرة. أعجبني لونها الزاهي وقد رسم عليها علم مصر. قطعت الحافلة المسافة في ساعة واحدة حيث تتصف بالسرعة، ولكن مواعيد سيرها غير منتظمة.
كما أنها تزدحم بالركاب، وأنا أرى أنها وسيلة مناسبة لنقل الركاب. استنى تنظيم رحلاتها بشكل منتظم ومراعاة ألا يزيد الركاب عن عدد المقاعد. حسنا، نبدأ معا الإجابة. شكل الحافلة، ما هو شكل الحافلة؟ شكل الحافلة طبعا لونها الزاهي، وقد رسم عليها علم مصر مكتوب لونها زاهي. ننزل كده عشان نكتب أمام كل نقطة. لونها زاهي وقد رسم عليها علم مصر. حسنا، استخدامها في الاستخدام نقول نقل الركاب من محافظة القاهرة. نقل الركاب من محافظة القاهرة. المميزات تتصف بالسرعة. حسنا، العيوب مواعيدها غير منتظمة. مواعيدها غير منتظمة، نعم، وتزدحم أيضا بالركاب. وتزدحم بالركاب. رأي الكاتب، الكاتب هنا قال وأنا أرى أنها وسيلة مناسبة لنقل الركاب. استنى تنظيم رحلاتها بشكل منتظم. نكتب وسيلة مناسبة لنقل الركاب. إذا تم تنظيم رحلاتها بشكل منتظم ومراعاة ألا يزيد الركاب عن عدد المقاعد. حسنا، ننتقل إلى المهمة الخامسة. طبعا برضو في النهاية بنكتب في نهاية المهمة الاسم والصف والمدرسة والمادة. المهمة الخامسة تتحدث يا شباب وتبدأ برسالة. اكتب رسالة إلى صديق لك من بلد عربي تدعوه إلى زيارة مصر في الإجازة الصيفية. أبلغه باشتياقك لرؤيته وقضاء وقت ممتع معه. وصف له خطتك والمعالم التي سوف تقومان بزيارتهما معا، مع مراعاة ما يلي: عدد الكلمات، يتراوح عدد الكلمات من 50 إلى 70 كلمة. عناصر الرسالة تتضمن التاريخ المرسل إليه، المقدمة والخاتمة المناسبتين، الأساليب والتعبيرات المهمة، مع مراعاة الخط الجميل، الإملاء الصحيح، علامات الترقيم أيضا. طيب، هيا بنا نبدأ سويا. نركز يا شباب، نبدأ مع الكتابة للرسالة. عندما نكتب أي رسالة تعلمنا إيه يا حبايبي؟ تعلمنا إن الرسالة، تمام شاطرين، لازم تشمل على إيه يا حبايبي؟ التاريخ بتاع الرسالة، اسم المرسل اللي أنا برسله في البداية، تمام، بعد كده مقدمة، بعد كده مضمون الرسالة، ثم الخاتمة، ثم بعد ذلك
اسم المرسل لهذه الرسالة اللي أرسل رسالة. طيب يا شباب، نبدأ سويا نكتب التاريخ، وليكن 10/12 10/12/2023 هكذا. نكتب صديقك محمد، ونكتب يا شباب في البداية هنا أتمنى من الله أن تكون بخير. وبأحسن حال، ثم نضع نقطة هكذا. طيب السطر الثاني، نكمل مع بعض. السطر الثاني أقول له في البداية، أعبر عن حبي لك فاصلة، وأدعوك لزيارة مصر في الإجازة الصيفية القادمة فاصلة. لقد أعددت لك يا صديقي العزيز برنامجا ممتعا لزيارة ماذا؟ وأكتب الأماكن التي أحضرها لزيارتها، هي زيارة مثلا معالم القاهرة، معالم القاهرة السياحية فاصلة مكتبة الإسكندرية أيضا، وسوف نذهب للأهرامات في الجيزة فاصلة، وبرج القاهرة أيضا، والمتحف المصري. تمام، ممكن نضيف برضو عند الإسكندرية قلعة قايتباي، أو ممكن ما نكتبش مكتبة الإسكندرية نهائي، خلينا في هذه الجزئية نتحدث على القاهرة. طيب، والمتحف المصري نكتب هكذا. حسنا، وفي النهاية نكمل أنتظر ردك على هذه الدعوة طيب في النهاية يا شباب نكتب ايه؟ نكتب بقى اسم مرسل هذه الرسالة. الاسم طبعا نكتبه هنا في نهاية الرسالة، نكتب صديقك مالك. طبعا لا ننسى النقطتين الرأسيتين هكذا. وفي النهاية أتمنى لكم
أتمنى لكم أن تكونوا متفوقين دائما، وبالتوفيق يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.